شيء محزن صراحة. أيه. يعني من تنظيم من الدوري اللي يطول ما أدري كم شهر. إحنا أطول دوري بالعالم. عدد الأندية اللي دي يخلوها بالدوري الممتاز. قد العدد المناسب لإقامة الدوري؟ هسا أنت مع يا رقم 18 16 أنت مع 16 ممكن يعني إذا هسا تجي ممكن تسويها 16 بس إنه بهاي الطريقة بهذا التنظيم. شوف إحنا وصلنا 2022 راح ندخل 23. كل شيء بهاي الحياة إذا ما عندك فد مسار تمشي عليه فاشل. صحيح. كافي أغاني وطنية وفوت انت العراق بالغيرة هاي راحت بعد نسيت. هسا إحنا بزمن التكنولوجيا والتطور فكل شيء إذا مو مسار وتمشي عليه فاشل ما راح يطول عندك. حلو. تقوية الدوري يساهم بتقوية المنتخب مثل ما شاهدنا بالتجربة السعودية. قوة دوريهم أنتجت دور منتخب على مستوى من عالي من أقوى الدوريات العربية. أول شيء عندهم عدد الأندية وثاني شيء المحترفين. عدد المحترفين ونوعية المحترفين. نوعية المحترفين وعددهم بحيث يعني إنه لاعب هسه المنتخب السعودي من تشوفه يعني تشوف لعبة سعودية تشوف منتخب أوروبي. باصات اللعب التحركات ما ينقسم اي شيء عن اي منتخبات اوروبا. وهذا اللي نقوله مو قوه الدوري هي تنتج. اي هو اهم شيء الدوري. حتى محترفين اللي يجون بالدوري العراقي شنو تقييمك لهم؟